كابتن سامي، مساء الخير واهلا بيك في البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن، تحياتي ليك طبعا، تحياتي سام، وتحياتي طبعا للفنان الكبير كابتن محمد. حبيبي الفنان الكبير اهو. انت الكبير. كله فنانين. كلهم فنانين بالنسبه لك. كلهم طبعا. وانت كمان بالنسبه لهم فنان كبير. معانا الفنان الكبير سامي قمصان. هم طبعا مبسوط جدا يعني بوجود حمدي معاك، طبعا واحد من اللعيبه المميزه جدا، اضافه كبيره جدا للنادي، اضافه كبيره جدا للفرقه، من الناس اللي احنا كنا متابعينها بشكل كويس، ويمكن كل الناس اجمعت ان هو لازم يكون موجود في النادي الاهلي، لان هو دي شخصيه النادي الاهلي، لعبا واخلاقا والتزاما، في كل المميزات يعني اللي بتاهله اللي هو يكون لعيب كبير ونجم كبير، وان شاء الله يعمل تاريخ كبير في النادي الاهلي. هو الثالث. ايه اكتر ما يميز كابتن حمدي فتحي كابتن سامي من وجهه نظر حضرتك انت؟ يعني هو فنيا طبعا من اللعيبه الملتزمه، طبعا خططيه جدا، اللعيبه اللي بتعمل التزام خططي كويس، دفاعيا من افضل الناس اللي في قطر موجوده في مصر كله، من الناس برضه اللي بتكمل، بيقدر يحرز اهداف، بيقدر يعمل تسديدات عاديه في 18، لا لعيب مميز اساسي، مميزات كبيره جدا وبيسدد كمان. كابتن سامي شفنا جون عالمي جابه حمدي، تسديده رائعه من بره ال 18، فكمان من مميزاته. بس يزود شويه، انا بقول لك اول ما تقرب من 18 ما تخافش، صلح. وهو فعلا بدا يشتغل فيها، والراجل بيتكلم معاه في النقطه ديت، هو كل يوم بيطور نفسه، ده حقيقي، كل يوم من الناس يعني، حتى في قبل التمرين وبعد التمرين على طول في الجيم، ملتزم جدا، يجي معاه في التمرين بدري، عايش حياه لعيب الكوره يعني. واعتقد ان شاء الله ياخد مكانه كبيره في النادي الاهلي في منتخب مصر، وان شاء الله اضافه كبيره ونقطة كمان بنأكد عليها سام، نقطة مهمة، انك قلت في شخصية النادي الأهلي، وعلى مر زمن طويل قوي كان ساعات لعيبة مميزة على المستوى الفني، ولكن ما بتنجحش في النادي الأهلي بسبب الشخصية. فحمدي عنده شخصية النادي الأهلي فعلا، دي حقيقة، مقاتل. هو كمان من الناس المميزة جدا، قريبة جدا للراجل، بيحبه جدا، على طول بثق فيه، على طول، يمكن هو يمكن قعد فتره كبيره بالاصابه او مجرد رجوعه للملعب، الراجل كان على طول هو موجود في الملعب، بيثق فيه جدا وبيثق في قدراته، كلنا والله حتى اللعيبه وكل جمهور النادي الاهلي بيحبه، هو يستاهل المكانه ديت، وان شاء الله يحقق كل اللي يتمناه، لان هو يستحق فعلا كده. خطوة كمان انضمامه للمنتخب بعد الأداء الرائع اللي كان مع النادي الأهلي، فده شيء أكيد برضو مهم في يعني في المرحلة اللي جاية كمان يا كابتن سامي. طبعا هو طبعا إضافة كبيرة لمنتخب مصر، خصوصا المكان ده ما فيهوش لعيبة كتيرة. صحيح. فأعتقد إن هو برضو إن شاء الله ياخد مكانه ويعمل إضافة كبيرة طبعا لمنتخب مصر، وإن شاء الله يطور نفسه أكتر وأكتر، ويزيد في نفسه والمنتخب والنادي حاجات كتير. إن شاء الله. كابتن سامي طمنا على الفرقه واخبارنا ايه، عندنا مباراه يوم السبت ان شاء الله، بنستعد لها ازاي؟ وشفنا في المباراه اللي فاتت بدانا زي ما انت اتكلمت، بدانا ندخل بعض العناصر اللي ما بتلعبش، محمود وحيد بدا يلعب بشكل كويس، المكاسب كان موجود ما شاء الله، تالق الشناوي، لكن كهربا دخل، وانا شايف ان الكيرف بدا يعلى شويه واحرز هدف، بنتكلم على في ايجابيات كتير. استعدادنا ايه للمباراه اللي جايه ان شاء الله يا كابتن؟ يمكن انا كنت بحضرك يا كابتن واتكلمنا في النقطه ديت، وقلت لك ان مستر غيرة كان عامل خطه بديله بقى، بعد الحمد لله حسم اللقب، يعني ان احنا نبدا ندي فرص للعيبه اللي ما بتشاركش، فرص للعيبه التشكيل، وده فعلا اللي حصل، الحمد لله وحيد بدا يشارك بشكل كويس، كهرباء رجوعه، حسين الشحات نفس القصه، فخري خد برضه جزء من المباراه، الحمد لله اضافه كبيره، مروان برضه دخل، فاعتقد يعني شفنا احمد فتحي بس في بيلعب قدام محمد هاني. دي حقيقه، هو راجل زي ما انت كل فتره كده بيحاول برضه يشوف حاجات كتيره، يعني حاجات جديده يقدر يعمل نفسه اكتر، يبقى عنده بيشوف بقى الحلول وبدائل، ممكن جدا يعني، ممكن وارد انه يستخدم النقطه دي في وقت من الاوقات يعني. وانت وحضرتك عارف انت بيبقى عندك تصورات، ساعات ربنا وفقك فيها، وساعات بترجع تاني اللي هي التجربه ما بتنجحش، فده وارد، انما لازم انت كتدرب تجرب، ولازم تدي فرص للعيبه، وتدي تشوف حلول لحد ما توصل للشكل المناسب اللي يناسب طريقه لعب وامكانيات قدرات الفرقه.
ودي من مميزات ان احنا خدنا الدوري بدري، ان احنا حسمنا بدري، فعندك كمان شويه نفس انك ممكن تجرب في مباراه معينه، مثلا احمد فتحي لو احتجته بقى طرفي مين ممكن ولا مش ممكن، فدي بتديك كمان رؤيه للي جاي. فكل ديت كمان من انت مرتبط بقايمه يعني معينه، مظبوط، بتكون ما عندكش حلول كثيره، فبتحاول ان انت تشوف الحلول. يعني اعتقد ان شاء الله يعني نوصل للوداد، واحنا ان شاء الله اجهز فنيا وبدنيا نفسيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي بنشكرك جدا جدا، كابتن سامي قمصان المدرب المساعد للجهاز الفني بالنادي الاهلي.